فكرك يا خالد، ليه ده ما بيحصلش؟ يعني ليه لما يكون يعني خد باله بيتسو موسيماني ان طريقته، ما هو خد باله في الدقيقه 65، ما انا ده اللي بتكلم عليه. وكان بك حتى يعني على صعيد اكتر من مباراه سابقه، سيبك كمان من ماتش المريخ امبارح، هو هل هو يعني ايه ما عندوش مرونه قوي في سرعه اجراء تعديلات على الخطه او حتى تغييرها بالكامل كلما اقتضت الظروف ذلك، ولا هو بيكون متمسك بخطته وشايف ان شويه العكوسات اللي حاصله دي مأخرة شويه ان الخطه تؤتي ثمارها فبيفضل متمسك بيها؟ تعتقد هو بيفكر في النقطه دي ازاي؟ لا، هو اصلا طبيعه بيتسو موسيماني اللي احنا عارفينها اللي هو مدير فني بيحب يبني الهجمه من خط الدفاع بتدرج، يبني الهجمه بشكل صحيح ويلعب كره سريعه وعن طريق التمريرات الزايده شويه. انما الفكره كلها ان ممكن يكون الظروف مش مساعداه. مش عايزين ننسى بس حاجه مهمه جدا برضو في مباراه امبارح. اولا مش تغيير الطريقه بس اللي ساهم ان الاهلي يرجع في النتيجه، هدوء او نزول درجه الحراره شويه من الشوط الاول للشوط الثاني. لا، الامور هديت شويه وتراجع اللياقه البدنيه عند فريق المريخ برضه ساهم شويه، وده معناه ان انت فريق عنده مخزون بدني اعلى من فريق المريخ السوداني، وعندك دكه بدلاء قدرت ان هي تقلب الامور شويه، فانت عندك اليات كتيره تقدر تقلب بيها. فعشان بس احنا اتكلمنا في السلبيات، لابد انك تتكلم في الايجابيات. الايجابيه المهمه جدا انك على الرغم انك خسران 2-0، وعلى الرغم ان الاداء بتاعك مش مساعدك، وعلى الرغم ان في ظروف كتير جدا مش مساعداك، لعيبه جايه من التوقف الدولي، جايه من المنتخبات، ضغط مباريات، كل حاجه، انت قدرت برضو في النهايه ما تخرجش خسران لحد الدقيقه 95. انا بالنسبه لي في حاجه مهمه حابب اقولها، انا المبالغه في تسجيل فرحه تسجيل هدف التعادل ضايقتني شويه. انا على الصعيد الشخصي كواحد اهلاوي يعني، لا انا اكون مبسوط ان انا اتعادلت، انما اروح اجري اجيب الكوره واقعد حتى لو فضل دقيقه عشان اكسب، هي دي الفكره. انما انا شايف ان كان في مبالغه زايده شويه. انا للحظه حسيت ان الماتش خلص على فكره. لا، كمان انا ما افرحش بالتعادل. صح، احنا أنا مش عادتنا كده فعلا، ما افرحش طبعا هو ظروف المباراه، يعني انا كنت اكون خسران 2-0 واتعادل 2-2، ده شيء كويس جدا، شيء ايجابي جدا، انا لا انتقده ومبسوط، وهي دي روح الاهلي وكل حاجه. انما روح الاهلي انك تستمر لحد لما الحكم يصفر وتجري تجيب الكوره من الشبكه وتروح، ما تضيعش وقت في الاحتفال. انا الاهلي ما احتفلش بتعادل.